صباح الهنا والجمال عليكم، صباح التفاؤل، صباح الابتسامه، صباح الثقه في الله، صباح الحسن حسن الظن بالله. ربنا يجعل يومكم كله خير وبركه ان شاء الله. قبل ما ابدا حلقتنا عايزه اشكر كل من كتب لي كلمه، كل من سال، كل ما يعني لو قعدت اتكلم من هنا ل 100 سنه قدام مش هقدر اوفيكم حقكم. ربنا يديمكم في حياتي دايما يا رب، وبجد مبسوطه بيكم بتعليقاتكم وكومنتاتكم وقلقكم عليا وحاجه ما كنتش متوقعاها بصراحه، بس ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي يا رب دايما. هنبدا بقى حلقتنا بالحلو، الحلو دايما للحلوين. عامله ايه النهارده؟ عامله كيكه الشاي، او مش كيكه الشاي، كيكه الخلاط. حاجه كلها بتتحط في الخلاط، كل مكوناتها بتتحط في الخلاط، بنصبها في قالب بنحطها في الفرن. اكتر من كده مش عايزه. ليه اكتر من كده مش عايزه؟ لان معايا النهارده من دريم كيك شيف. كيك شيف اتكلمنا عنه اول امبارح وقلنا مواصفات كتير قوي، الفرق بينه وبين البيكنج باودر العادي، و ايه الفرق بينه وبين البيكنج باودر العادي، وهنقوله واحنا بنتكلم، وايه المواصفات اللي فيه كويسه علشان ان هو يطلع لنا كيكه هشه لونها فاتح من جوه، هنقولها واحنا شغالين، يكون لونها فاتح من جوه، يكون قوامها كمان متماسك وهش، والفراغات اللي جوه تكون مظبوطه. مقاديري سهله وبسيطه جدا للكيك، سهله وبسيطه. انا النهارده مطعمها بالبرتقال، مش عايزه تحطي عصير برتقال، ممكن تحطي حليب، تمام؟ ممكن نشيل عصير البرتقال ونحطها بالحليب، بس التطعيمه بتاعت البرتقال بتديها نكهه وتطعيمه احلى بكتير. هنحط كل مكوناتنا في الخلاط. حد هيقول لي مثلا ايه الخلاط مش هيستحمل ان احنا نحط فيه دقيق ونحط فيه المكونات دي كلها؟ هنشوف مع بعض هيستحمل مش هيستحمل، بس ان شاء الله هيستحمل. مكونات سهله وبسيطه، واما تلف كلها في الخلاط ما فيهاش اي مشكله. قلقانه من حته ان الخلاط ممكن يكون ان هو ما يستحملش، هنضرب زي ما متعودين المكونات كلها السايله في الخلاط، وبعد كده هنفضيها ونحط عليها الدقيق اللي مخلوط بالكيك شيف، وبعد كده هنحطه في القالب بتاعه، وهنشوف النهارده هنعمله ازاي. مكوناتي بتقول ان انا معايا ايه؟ مقادير سهله وبسيطه، مقادير كيكايه عاديه جدا، بس هنشوف نتيجتها عامله ازاي معانا. مقاديرنا بتقول ايه؟ هتنزل معانا على الشاشه دلوقتي علشان نصورها او نكتبها. وحته ان احنا عايزينها بالشوكولاته، هنشيل معلقتين دقيق ونحط معلقتين كاكاو. عايزينها بيضه زي ما هي، هنحط مقدار الكاكاو كله. عايزينها بالبرتقال، هنحط برتقال. عايزينها ساده من غير برتقال، هنشيل البرتقال وهنحط بدلها حليب. عايزينها باي تطعيمه، عايزه تشيلي عصير البرتقال وتحطي بداله عصير يوسفي، عايزه تحطي عصير فراوله، زي ما حضرتك عايزه، بس طبعا يكون متصفي خالص ما فيهوش حبيبات، زي ما حضرتك عايزه. مقادير سهله وبسيطه. مقاديرنا تنزل على الشاشه عشان نقولها واحنا شغالين. مقاديري بتقول ان انا معايا ايه؟ معايا 3 كوبايات دقيق ابيض، باكو كيك شيف من دريم، رشه ملح بسيطه، كوبايه ونص عصير برتقال، 3 بيضات كبار، كوبايه وربع سكر، معلقه صغيره بشر برتقال، و3 ارباع كوبايه زيت. مقاديرنا مفيش اسهل منها. مش حاطه فانيليا مع اني حاطه برتقال علشان معوضاه بقشر البرتقال اللي انا حطاه. مقاديري تاني، كيكه الخلاط بتتكون من ايه؟ 3 كوبايات دقيق ابيض، باكو كيك شيف من دريم، رشه ملح، كوبايه ونص عصير برتقال، ومعايا 3 بيضات كبار، كوبايه وربع سكر، معلقه صغيره بشر برتقال معوضه عنها بالفانيليا، و3 ارباع كوبايه زيت. اسهل من كده مفيش. عندي الخلاط بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم. هحط اول حاجه البيض ومعاه بشر البرتقال. مش عايزه احط بشر برتقال، ومش عندي، هحط فانيليا، لكن انا بحب بشر البرتقال لان انا عشان اعزز النكهه بتاعت الكيكايه. حطيت معاهم ايه؟ حطيت معاهم السكر، وادي 3 ارباع كوبايه زيت، وادي الكوبايه ونص عصير برتقال. بصوا كده انا حطيت كل السوائل مع السكر والبيض في الخلاط، وهبدا ان انا اخلطهم كويس الاول قبل ما احط الدقيق بتاعنا مع كيك شيف. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا نخلطه كويس قوي عشان نضمن ان السكر بتاعنا داب. بسم الله. كده ضمنت ان السكر وكل مكوناتنا اتخلطت مع بعضها. ريحه بشر البرتقال فظيعه. واحنا بنكلم اميمه هنفضي باكيت كيك شيف على الدقيق. صباح الفل يا اميمه. صباح الفل، ازيك يا شيف نونا؟ صباح الهنا والجمال على عيونك، عامله ايه؟ الحمد لله يا قلبي، انت اللي عامله ايه؟ طمنيني عليكي. انا بخير الحمد لله، تسلمي لي.
بفضل ألف ألف مليون سلامة عليكي. تسلمي لي بفضل والله قلقانة عليكي من يومية وعمالة اتصل مش عارفة أوصل لك خالص. ما تحرمش منك يا رب. تسلمي لي ويبارك لي في عمرك. تسلمي لي حبيبتي. ألف ألف مليون سلامة عليكي يا الله قمر. الله يسلم عمرك. ما تحرمش منك ولا من ذوقك أبدا. تسلمي لي. الله يخليكي يا قلبي. أنتِ عاملة إيه؟ طمنيني عليكي دلوقتي. أنا بخير والله الحمد لله. دايما يا حبيبتي بخير كده وربنا يحسن ما بين ايديكي يا رب. اللهم امين. وما نتحرمش منك ابدا ولا من طليتك علينا كمان. تسلمي لي حبيبتي. تسلمي لي ويبارك لي في عمرك وفي ذوقك يا رب. تسلمي لي حبيبتي. الله يخليكي يا قلبي. الله يخليكي يا حبيبتي قلبي. الف الف مليون سلام عليكي. الله يسلم عمرك. نهارك كله خير وبركه ان شاء الله. متشكره جدا لاتصالك حبيبتي. تسلمي لي. واحنا بنكلم اميمه حطينا ايه؟ حطينا باكت كيك شيف على الدقيق وقلبناه بالشكل ده. هبدا دلوقتي اعمل ايه؟ ادي الخلاط عندي اهو وهحط نص كميه الدقيق وهخلط وبعد كده هشغل الخلاط وابدا احط شويه شويه عليه. ليه بعمل كده؟ اولا عشان ما يبقاش فيه تقل على الخلاط، ثانيا ما يبقاش فيه تكتل في الدقيق، ابقى ضامنه كويس قوي ان هو اتخلط كويس قبل ما احط الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم كده. صباح الفل يا ياسمين. صباح الفل. صباح النور. ازيك حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ انا بخير الحمد لله. تسلمي. سلامه ايدك. الف سلامه عليكي. انا كنت عايزه اكلمك من اول امبارح والله. تسلمي لي حبيبتي. ما تتحرمش منك ابدا. تسلمي لي. ومجهزه التليفون عشان اكلمك امبارح، لقيتك امبارح مش هوا، قلقت عليكي والله. سلامه. ما كانش ينفع بقى، لازم كان اجيلكم النهارده كده، ما ينفعش ان انا اخد اجازه النهارده كمان. تسلمي لي حبيبتي. ده انت منوره الدنيا والله العظيم، وبنتعلم منك كتير جدا حبيبتي. على وانا عايزه اقول لك بعمل حاجات كتير قوي من وصفاتك كلها تجنن. عملت اللانشون تحفه وعملت الجبنه كتير تحفه. تسلمي. انت بصراحه يعني بتعلمينا كتير يا حبيبتي. ما تتحرمش مني. وبتعلمينا الاكلات الاقتصاديه، مش بتزعلي حد خالص بصراحه، بتعملي كل حاجه ما شاء الله عليكي بصراحه. ربنا يبارك في عمرك. تسلمي لي. ده بس من ذوقك. وتسلم ايدك على كل حاجه بتعملي. اذا كانت بتطلع حلوه فهي بتطلع حلوه عشان انت اللي عاملاها، مش عشان انا اللي قايلها. ربنا يكرمك. ده عشان انا متابعاكي وبعمل بنصايحك وبوصاياكي بس. تسلمي لي حبيبتي. ربنا يبارك في عمرك. تسلمي لي يا رب. ربنا يخليكي. عشان مبسوطه قوي ان انا كلمتك. انا اسعد مبسوطه بيكي جدا. تسلمي لي حبيبتي. نورتيني باتصالك. يوم كله خير وبركه ان شاء الله. بصوا كده حطيت ايه وانا بكلم ياسمين. حطيت جزء من الدقيق، هبدا اشغل عليه. بسم الله. وهو شغال عليه كده وانا شغاله بحط الدقيق من فتحه الخلاط من فوق. وقفته شويه عشان اريحه علشان ما يبقاش دايركت مره واحده شغال مده كبيره ولا قدر الله يحصل له حاجه. دلوقتي هريح خمسه كده واروح مشغلاه تاني واحط باقي كميه الدقيق. بسم الله. حلو قوي. نزل بس الدقيق الباقي ده واشغل عليه خمسه كمان او سنه بسيطه، سيكه بسيطه صغيره علشان باقي الدقيق اللي على الوش ده اتخلط معانا. فاضل اهي معلقه، هروح منزلاها كده وابدا اخلط علشان اتاكد ان كل الدقيق اللي عندي ما بقاش فيه اي تكتلات وكله مخلوط كويس. وهوريكم بعد ما نفضي الخليط بتاعنا في القالب او احنا بنفضيه هيكون شكله عامل ازاي. بسم الله. بصوا كده الخليط بتاعنا تمام. طب قبل ما نطلع بس الفاصل يا مصطفى، سيكه صغيره. بصوا كده عندي القالب بتاعنا،
بالشكل ده، قالب انجلش كيك عايزاه مدور، عايزاه صينيه عاديه زي ما انت عايزه. هعمل كده سنه بسيطه خالص من الزيت، مش هعفر دقيق بالشكل ده كده اهو، ادهن كويس قوي وابقى متاكده ان الطاجن بتاعي او القالب بتاعي مدهون كويس، مش هحتاج لتعفير الدقيق. عايزه تعملي تعفير الدقيق زي ما حضرتك عايزه، ما تفرقش معايا حاجه، ادام الخامه بتاعت القالب كويسه وادام انا دهناه زيت كويس يبقى خلاص. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عايزه اوريكم سمك الخليط عامل ازاي. بصوا، خايفه وقلقانه من موضوع ان هو يتعمل في الخلاط، بس هي اسمها كيكه الخلاط، مش تقيله على الخلاط، بس ممكن يكون الخلاط اللي عند حضرتك مثلا لو ضعيف وقلقانه عليه. هنضرب المكونات السائله كلها في الخلاط وبعد كده نفضيها في بوله وننزل عليها بالدقيق اللي مخلوط مع الكيك شيف. هبدا افضي الخليط بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرن بتاعنا شغال على 180. بصوا كده، القالب عندي رفيع، ممكن يعمل اتنين، الخليط بتاعنا ممكن يعمل اتنين قالب منه. ليه انا ما فضيتش بقيته؟ لان الكيك لازم يفضل يعني يبقى المستوى بتاعه في نص القالب. بصوا حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين في الشاشه كده، نص القالب، لو زاد عن كده وهو في الفرن هيطلع، لكن انا عايزه لما اصبه يطلع لي بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اللي انا عاملاه قبل الهوا، وهحط اللي احنا لسه عاملينها في الفرن تستوي عشان نطلعها معانا، عشان تبقى برده مستويه قدامكم وشايفينها عامله ازاي. علشان يطلع لي بالشكل ده كده اهو، لازم الخليط بتاعنا يبقى في نص القالب، ما يبقاش اعلى من كده. اعلى من كده هنلاقيها عليت معانا قوي بقى شكلها مش حلو. ده كده اهو، اهو هنحطه في الفرن. بس انا ممكن اجيب قالب تاني او صينيه صغيره تاني. طب ماشي، نطلع فاصل. في الفاصل هعمل ايه؟ هجيب قالب تاني وهدهنه زيت واروح حاطه فيه بقيه الخليط، واروح حاطه الاثنين في الفرن. الفرن بتاعنا شغال على 180 قبل ما نبدا عمايل في الكيكه خالص، وهنحطها 35 دقيقه ونبدا نختبرها، تمام؟ عشان تطلع معانا كيكايه على الشعره، كيكايه مظبوطه ما فيهاش اي حاجه. هطلع فاصل، وفي الفاصل هعمل ايه؟ هحط قالب بقيه الخليط بتاع الكيك في القالب. ترجعوا لي بعد شويه صغيرين نكمل بقيه وصفاتنا، وهتروحوا في اي حته ومستنيكم. فكرة تانية مش جات لي بصراحة، هي جات لأحمد سالم مصور معانا هنا اهوت، بس يعني أفكاره في المطبخ جميلة. قال لي طب ما احنا ممكن نحط كمان شرايح برتقان في الأرضية ونصب عليها الخليط، هتطلع بشكل كويس. فأنا كان بدل ما نعمل الاثنين سادة، لا عملنا واحد كده والتاني دوت من فكرة أحمد. تسلم يا أحمد، أحلى تحية ليك على الصبح. بصوا بقى، حطيت البرتقان بالشكل ده، ثلاثة في الأرضية بتاعة الطاجن واثنين في الجناب كده، عشان لما تتقلب كمان تبقى في شرايح برتقال في الجناب وفي الارضيه. هنصب عليها الخليط دلوقتي وان شاء الله تستوي قبل ما تخلص حلقتنا، علشان اوريكم الشكل لما يتقلب هيبقى عامل ازاي. بصوا كده الحمد لله طلع يعني فوق النص بشويه، بس ان شاء الله هيظبط معانا، مش هيطلع زياده. حد هيقول لي دلوقتي طب ما شرايح البرتقال بره، لا ما هو لسه هيعلى، لما يعلى هيبقى هيوصل لشرايح البرتقال دي ويغطيها لو لبي. لا طبعا مش هيتحرق، ده هيتكرمل، حتى لو اتحرق هيتكرمل، هيدينا سنه كرمله مش حرقان. بصوا كده الفرن عندي شغال على 180 قبل ما ابدا في اي حاجه. هنحط الكيك ومش هبدا ان انا افتحه، امسكوا الساعه معايا كده، الا بعد 35 دقيقه. 35 دقيقه ابدا ان انا اختبر الكيك بتاعنا، نختبره من النص مش من على الحروف، ونشوف هيبقى عامل معانا ازاي. نقفل بالراحه، نيجي نطلع الكيك، ما يبقاش شباك المطبخ مفتوح، ما يبقاش فيه هواء، ما يبقاش فيه تكييف. هنطلعه على رخامه المطبخ، يبقى محطوط فوطه او بلانشه خشب علشان الحراره ما تسقطش منه وتبدا ان هي تهبط. عايزه اقطع قطعه كيك من اللي احنا عاملينها قبل الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب طرنش اهو، بسم الله. بصوا عامله ازاي،
نقطع قطع كمان كده. وعايز سكينه حاميه اصلا، الطرنش بيقطعها وهو عايزه سكينه حاميه بس. مش طيب، بصوا كده معايا، بسم الله. هي عشان لسه سخنه كمان ودافيه اهي. بصوا فراغاتها متساويه ازاي، بصوا عامله ازاي، ريحتها هايله، ريحتها هايله. هسيبها تهدى شويه كمان وابدا ان انا اقطعها عشان اوريكم تقطيعاتها عامله ازاي. اصبح على منى والله صباح الفل. الو، ازاي حضرتك، عامله ايه؟ انا بحبك موت والله. ما تحرمش منك، بعد الشر عليكي من الموت يا حبيبتي، تسلميلي. كنت عايزه اسالك سؤال. اموريني 10 اسئله مش سؤال واحد. كنت عايزه، عندي كحك من بتاع العيد. تمام. فايد عندي. تمام. والولاد مش عايزين ياكلوه، اعمل فيه ايه؟ محشي ولا ساده؟ لا هو ساده، ما عرفش سكر. طيب. ولا حاجه. ماشي، الاسبوع الجاي عندي ان شاء الله حلقه عن بواقي الكيك وبواقي الكحك وبواقي البسكوت. تمام؟ تابعيني الاسبوع الجاي وهديكي فكره تعمليها منه حلوه قوي. خلاص ماشي. ماشي، يشرفني متابعتك دايما حبيبتي، صباحك كله خير وبركه ان شاء الله، نورتيني. نيجي بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ عملنا الحلو وركناه على جنب، والحلو النهارده كان متقدم من دريم وكيك شيف، عملنا بيه الكيكه بتاعتنا، كيكه الخلاط. عملت ايه؟ لا لسه مش دلوقتي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نرجع لاسبوع 3 في 1. عملنا اسبوع 3 في 1 ده يعني ايه؟ بنمسك مكون واحد بنعمل منه 3 وصفات. عملنا البتنجان 3 في 1، عملنا الدقيق عملنا منه 3 اصناف، ما عملناش حاجه ثانيه صح؟ بتنجان ودقيق، ما عملناش حاجه ثانيه، متاكده؟ ماشي هعديها، بس هي في صنف كمان عملناه، افتكري فيه كده. هنعمل ايه النهارده؟ او المكون اللي معايا ايه النهارده؟ هو البطاطس، هنعمل منها 3 اصناف ان شاء الله، 3 اصناف يعجبكم. عرفتي بقى؟ كان 3 في 1 كمان عملنا الباميه، عملنا 3 وصفات من الباميه، لا مش 3 وصفات، عملنا وصفتين عشان كان معانا ضيفه وكنت حابه ان هي تاخد وقتها على اكمل وجه. دلوقتي هعمل ايه؟ عندي 3 اصناف من البطاطس. اول حاجه هعملها كباب الحله بالبطاطس. كباب الحله بالبطاطس ده بيحتاج بصل كتير، بيحتاج لحمه مكعبات، بيحتاج بطاطس مكعبات. عايزه تزودي عليه حاجه ماشي، عايزه تزودي عليه بسله، عايزه تزودي عليه جزر ماشي، بس كل حاجه بتتحط في وقتها. هعمل ايه اول حاجه؟ انا النهارده مش مستخدمه زبده، مستخدمه زيت سندباد. ليه؟ علشان الوصفه عندي تطلع اساسا اللحمه فيها دهون ودسمه، وعايزه ان هي الوصفه تكون خفيفه بس في نفس الوقت تكون طعمه، علشان كده مستخدمه زيت سندباد. هعمل كده، وعندي ادام عندي لحمه لازم ادي صدمه، صدمه مع رشه فلفل اسود بتفرق كتير. صدمه اللحمه مع فلفل اسود بتفرق كتير. ليه بتفرق كتير؟ علشان بتديني ريحه حلوه للحمه وانا شغاله، وفي نفس الوقت بتقفل لي المسام بتاعتها، الصدمه بتقفل لي مسام اللحمه ما تخليهاش تنزل ميه. اهم من ده كله على نار عاليه، لو وطينا النار الميه اسفه اللحمه هنلاقيها بكت ميه. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، الزيت يكون سخن، ولو عايزين تعملوا زبده او سمنه برده يكون سخن. بسم الله، سامعين السيمفونيه اللي انا سامعاها دي؟ دي بالنسبه لعشاق المطبخ والناس اللي بتحب المطبخ، دي بالنسبه لهم سيمفونيه. مجرد ما نزلتها في الزيت علشان تاخد الصدمه بتاعتها هديها على طول رشه الفلفل الاسود. بتديني تطعيمه وريحه حلوه قوي للحمه وهي بتستوي. ابدا ان انا احط باقي مكوناتنا امتى؟ اول ما اللحمه تاخد الصدمه بتاعتها ويتغير لونها تماما. بصوا كده، اهم حاجه النار تكون عاليه ما تبقاش واطيه، لو النار واطيه عندنا هتروح منزله ميه، وانا مش عايزاها تنزل ميتي، انا عايزاها تاخد الصدمه يتقفل المسام بتاعتها، استفاد بكل حاجه فيها بالشكل ده. كده عندي ايه بقيت مكوناتنا؟ احنا ما قدرنا ما نزلتش صح. بقيت مكوناتنا ايه؟ عندي بصل كتير، انا عامله كيلو لحمه حاطه عليه كيلو بصل. ليه؟ الكباب الحله حتى لو احنا مش حاطين له بطاطس بيحتاج بصل كتير، لو احنا هنعمله لحمه وبصل بس بيحتاج بصل كتير. البصل بيديله تسكيره حلوه قوي، بيديله تطعيمه حلوه قوي. نقطع البصل الحجم ده. ليه بقول نقطع البصل الحجم ده؟ لان لو قطعناه اقل من كده او عملناه مفروم
مع تسوية اللحمة هيقل وهيخس وهيدوب، مش هيبقى ليه ملامح. لكن أنا عايزة لما أجي أكل البصل ألاقي فيه حتت بصل واضحة عشان أحس بطعمها مع اللحمة. علشان كده نقطعه كبير شوية، ما نقطعهوش صغير. مقاديرنا نزلت على الهواء أو مكوناتنا بتقول معايا إيه؟ معايا كيلو لحمة مكعبات، أيا كان اللي حضرتك عايزاه، عايزاه ضاني ماشي، عايزاه كندوز ماشي، عايزاه بتلو ماشي، زي ما حضرتك عايزة، النوع اللي بتحبيه استخدميه. كيلو لحمة مكعبات، كيلو بصل مكعبات، كيلو بصل كيلو بطاطس مكعبات، كيلو بصل مكعبات، معلقتين كبار فلفل حار ممكن نستغنى عنهم ونحط بدلهم فلفل رومي، كوبايتين مرقة، ما عندكيش مرقة ممكن نحط مكعبين مرقة ونزود مية سخنة، رشة جوزة الطيب دي هنحطها في الآخر خالص، فلفل أسود وزيت سندباد طبعا اللي احنا عاملين بيه وصفتنا. بصوا كده اللون اتغير خالص، ما بقاش فيه حتة حمراء ظاهرة، كلها خدت لون برشة الفلفل الأسود. هعمل ايه دلوقتي؟ هروح نازلة بالبصل بتاعنا، عايزاهم بقى يهركوا مع بعض أو يتهروا مع بعض أو يشربوا من بعض خالص ويستووا مع بعض. بصوا كده شايفين كمية البصل دي، مجرد ما ان هي تبدا تدبل مع اللحمه مش هنلاقيها، هنلاقيها قلت للنص او قلت للربع كمان، بس هناخد حته لحمه متطعمه بالبصل في لقمه حلوه كده في منتهى الجمال. صحتين وهنا على قلبكم يا رب. صباح الفل يا مدام دلال. صباحك قشطه يا مدام نونا. صباح العسل. سلامتك الف سلامه الاول. الله يسلم عمرك يا رب. انا اول مره اتصل بحضرتك، وان شاء الله مش اخر مره. بعد خمس سنين وان شاء الله مش اخر مره. شرفيني دايما على طول باتصالك. تسلمي. انا عندي سؤالين. لما بجيب نص كيلو دقيق سميت اعمل بسبوسه، الصينيه بتاعته تبقى نمره كام؟ تبقى 26. طيب لما اعمل الحكايه اللي حضرتك عملتيها دلوقتي، تمام، الصينيه بتاعتها تبقى كام؟ مش طويله، المدوره. المدوره تبقى 26 برضه، يا اما 24 لو عايزاها عاليه قوي. لو حته الصينيه عاليه، لو حته الصينيه عاليه اعملي في 24 هتطلع معاكي عاليه وحلوه. لو حته الصينيه مش هتفور في البوتاجاز. لا، اهم حاجه تكون الحته طيب بتاعتها عاليه. تمام؟ لو الحته بتاعتها متوسطه اعمليها في 26. طب لو اعمل اللبن لما احطه بدل البرتقال يبقى كوبايه ونص برضه على 3 مقدار دقيق. نفس العصير، نفس مقدار عصير البرتقال، هو مقدار الحليب. طب السكر قد ايه بعد اذنك؟ كوبايه ونص. كوبايه ونص سكر. كوبايه وربع سكر، كوبايه وربع سكر وثلاث ارباع كوبايه زيت. وثلاث ارباع كوبايه سمنه. زيت، اعمليها بزيت هتبقى زيت اخف واحلى كمان عشان تديكي هشاشان. طيب جميل. ثلاث ارباع زيت على 3 دقيق وكوبايه وربع سكر، تمام كده. وكوبايه ونص يا اما حليب يا اما عصير برتقال، وثلاث بيضات يكونوا كبار. اولا شكرا فضلك واسلمين لتعبك. لا يا حبيبتي على دماغي، اموريني. البانيا اللي عملتيها الطاجن، تمام، اللي حطيتي الطشه في الاخر خالص، تمام، على الوش. على الوش عند التقديم زي الملوخيه يعني. بالظبط. لا بس انا الملوخيه بنحط لها الطشه وبنقلبها وبعدين بنقدم. لا الطاجن الباميه بنقدمه خلاص هيتاكل، اروح عامله الطشه وقت الاكل على طول. شكرا جزيلا، نورتيني حبيبتي. وانا مش عارفه، انا سعيده ان انا سعيده على فكره. انا اسعد حبيبتي، نورتيني على دماغي من فوق، نورتيني واتشرف باتصال حضرتك تاني وتالت وعاشر ومليون كمان. نورتيني حبيبتي، يومك كله خير وبركه ان شاء الله. بصوا كده حطيت ايه؟ حطيت البصل وحطيت على اللحمه وحطيت كمان الفلفل الحار اهو، رشه فلفل اسود كمان. وانا بكلم محمود وبقول له صباح الفل. صباح الخير. صباح الهنا. يا مصر. ازيك يا ام بدور؟ الله يسلمك. الحمد لله، الحمد لله على السلامه. صباح الهنا، عامله ايه؟ الحمد لله. انا كنت عايزه بس اسالك على الكيكه، ممكن ينفع مكانها اللبن؟ ممكن نشيل عصير البرتقال ونحط حليب، ماشي. او مكان الباكم الكريم احط بيكنج باودر الفانيليا؟ لا، مكان البيكنج باودر هو كيك شيف، لكن مكان الفانيليا انا حاطه بشر برتقال. ما عندكيش بشر برتقال وهتعملي حليب حطي فانيليا. وصلت؟ حاولي تكلميني مره ثانيه عشان تبقوا عارفين. ام بدور الله اكبر الله اكبر، يعني ما شاء الله عندها محمد وعندها محمود وعندها بسمه وعندها احمد. فلما تتصل بيكوا تقول لكم اي اسم من دول وانا اقول لها على الهواء ام بدور، هي فعلا ام بدور واحده يعني. تمام كده حطيت الفلفل الحامي وهسيبها، هغطيها وهسيبها تبك ميتها.
وتشربها. ميتها دي هتجيلها منين واحنا ما حطيناهاش ميه؟ هتجيلها من البصل، البصل هينزل ميه وخصوصا ان احنا غطيناه. طب البطاطس اللي احنا عاملينها دي اساس الوصفه، هنحطها امتى؟ هحطها لما بتبقى اللحمه والبصل يتهروا مع بعض واللحمه توصل لثلاث ارباع سوا، يبقى فيها شده. مجرد ما يبقى فيها الشده دي وانا بحبها ان هي تكون مستويه زياده، هروح حاطه البطاطس. ليه؟ لو حطيت البطاطس من الاول كده هتتهري وهتتبخ، وعلى ما اللحمه ما تستوي هلاقيها بقت دايبه خالص ومهريه وملهاش ملامح، الوصفه مش ظاهره معايا. عشان كده نحطها في الربع الاخير من تسويه اللحمه. هركنها دلوقتي على جنب كده، احط عليها ميه علشان ما تسودش معانا لحد ما نيجي نحطها على اللحمه. صباح الفل يا ام ياسر. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ ازيك يا شيف نونه؟ الحمد لله بخير حبيبتي، تسلمي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. سلم عمرك يا رب من كل شر، تسلمي لي حبيبتي. الله يخليك، الحمد لله على الف سلامه. الله يسلم عمرك من كل شر، تسلمي لي حبيبتي. لو سمحتي عاوزه اسالك على سؤال بس. 10 اسئله مش سؤال واحد. تتبيله الشاورما اللحمه. حاضر، عايزه تتبيله شاورما اللحمه؟ ايوه يا فندم. عيوني. حاضر حبيبتي. عيوني عيوني. حاضر، نورتي. شكرا قوي على ذوقك وعلى اخلاقك يا حبيبتي. تسلمي لي حبيبتي، تسلمي لي. عيوني. حاضر. جنة، تتبيلة شاورمة اللحمة هتلاقيها عندنا و هتلاقيها موجودة عندنا. تمام، احنا كده وصفتنا تعتبر خلصت، فاضل لها ايه؟ فاضل لها ان اللحمة تدخل في السوى، ننزل عليها البطاطس، ومجرد ما ننزل عليها البطاطس، البطاطس فيها نشا فهتحتاج مية زيادة. المية دي يا اما هنحط لها مية سخنة مع مكعبين مرقة، يا اما هنستغنى عنهم بشوية مرقة من اللي موجودين عندنا. برضه هركنهم على جنب كده لان ده مش وقتهم، وقتهم في اخر الوصف. قبل ما اطلع فاصل يا جمال، عايزه ابص على الفرن من بره، مش هفتح. بصوا كده شكل جاي معانا، تسلم لي يا رب. بصوا بدات ان هي عاليه اهي، مش هتطلع بره خالص لان احنا حاطين مقامها او مقاسها مظبوط. لا بقى واضح والله، انا شايفاه في الشاشه واضح. جميل، تسلم ايدك. طيب تسلم ايدك. مش هفتح دلوقتي الا لما يعدي على ساعتنا 35 دقيقه وابدا افتح اختبرها وهو الفرن مفتوح نص فتحه. هطلع دلوقتي فاصل، هعمل ايه في الفاصل؟ مش هعمل اي حاجه غير ان احنا نجيب مقادير وصفتنا الثانيه، عندنا لسه وصفتين بالبطاطس شويه صغيرين وراجعين، وهتروحوا في اي حته ومستنيكم. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ ما عملتش اي حاجه، كل اللي انتم شايفينه قلبت اللحمه شويه كمان، مش محتاجه احط لها سوائل خالص دلوقتي. بصوا البصلايه او البصل اللي احنا حطيناه حجمه كان عامل ازاي ودلوقتي حجمه عامل ازاي. بصوا شكله اصلا شارب من اللحمه، وبصوا شكله بدا ان هو يغمق من الفلفل الاسود اللي احنا حاطينه. لسه ما حطيتش ملح، لسه ما حطيتش جوزه الطيب، كل اللي حطيته شويه فلفل اسود مع زيت سندباد واللحمه والبصل وبس. هغطيهم تاني لان لسه هيبك ميه كمان ومش هحتاج سوائل دلوقتي. نيجي بقى دلوقتي للوصفه بتاعتنا، هنعمل ايه؟ هنعمل صينيه بطاطس بالكفته. بطاطس بالكفته يعني هتعملي بطاطس كده ونحط عليها كفته؟ لا، النهارده بشكل مختلف، شكل غريب، عملته قبل كده كذا مره بس بيطلب مني كتير وبينجز. يعني ايه بينجز؟ يعني مثلا ولادي جايين من المدرسه او عندي ضيوف جم على غفله، عصقت تبلت اللحمه، اسفه تبلت اللحمه، حطيت شريحتين ثلاثه بطاطس، عملت في صينيه سقيتها طماطم، دخلت الفرن طلعت في منتهى الجمال. مقاديرنا سهله وبسيطه وان شاء الله موجوده برده في كل بيت. مقاديري بتقول ان انا معايا ايه؟ معايا كيلو بطاطس شرايح او 2 كيلو حسب كميه الصينيه اللي حضرتك هتعمليها، معايا كيلو لحمه مفرومه او نص كيلو برده حسب الكميه اللي حضرتك عايزاها، مش هقول كميه، حسب اللي موجود عندك في البيت او حسب عدد افراد الاسره. شرايح طماطم، شرايح فلفل، بقدونس، تفل بصل مش بميته علشان هحطه في الكفته، معايا ملح وفلفل اسود، اكتر من كده مش عايزه. ومعايا كمان الطاجن بتاعي اللي هعمل فيه طب ممكن نعمله في طاجن مدور؟ ماشي يا جنة؟ لا، طاجن مدور بس على مناخرة الكفتة علشان تاخد الشكل اللي انا عايزاه. مقاديري بتقول ايه؟
بطاطس شرايح كيلو لحمه مفرومه، بصله مبشوره بس هنعصرها من الميه بتاعتها، نص كوبايه بقدونس مفروم، لتر طماطم متسبكه، ملح وفلفل اسود وزيت سندباد. مش عايزه اكتر من كده. مقاديري سهله وبسيطه وموجوده في كل بيت. ممكن اللحمه بس هي اللي هنجيبها من بره، ماشي ما فيهاش اي مشكله، وعلى حسب برده عدد افراد الاسره. عندي دلوقتي بصوا بس اللحمه اللي معايا هنا او كباب الحله بالبطاطس. البصلايه دبلت، بدات بصوا في الارضيه خلاص، انا غطيتها وكده ادام بدات تلزق كده يبقى مش هتنزل سوائل تاني، يبقى هي كده محتاجه ايه؟ محتاجه السوائل اللي عندنا. السوائل اللي عندنا بتتمثل في ايه؟ يا اما في كوبايه ميه مغليه ومعاها مكعبين المرق اللي هنحطهم، يا اما لو عندنا شويه مرق. هبدا اعمل كده، دول كوبايتين مرقه، وهروح مقلبه الخليط بتاعنا بالشكل ده وهسيبه يكمل سوا. انا كل ده لسه ما حطيتش البطاطس، مستنيه لما اللحمه توصل لتلات ارباع السوا وبعد كده احط البطاطس عشان تبقى ماسكه نفسها ما تتهريش. هغطي عليه وهسيبه. عايزه ابص على الكيك علشان مش هينفع ان انا انشغل في حاجه وانسى حاجه تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتح نص فتحه الفرن، نص فتحه مش فتحه كامله عشان الهواء ما يدخلش. هعمل كده وبعود خله واروح عامله كده وهقفل بالراحه عشان ما يدخلش هوا. لسه في زي ما هو خليط كيك، بصوا بس مش كتير. معنى كده ان انا قدامي بالكتير قوي حوالي 10 دقائق او اقل من 10 دقائق علشان الكيكه بتاعتنا تستوي. صباح الفل يا عصام. الو، صباح الخير يا فندم. صباح الهنا. صباح الخير. الاكل ريحته تحفه بصراحه. ربنا يبارك في عمرك يا رب. تسلم. أمرني. عايز أسأل سؤال بعيد عن الأكل والطبيخ والحاجات دي. اتفضل حضرتك أمر. الأكل ده بيروح فين بقى لما تطبخوه؟ في ناس من القناة بياكلوه واللي ربنا بيرزق بيه بقى بياكله. اللقمة بتنادي أكلها. عقبالنا يا رب، عقبالنا. اتفضل شرفنا ونورنا. نورتني باتصال حضرتك، ربنا يخليك يا رب، شكرا، ميرسي لاتصالك. بصوا عملت ايه دلوقتي، حطيت اللحمه المفرومه، حطيت فلفل اسود وحطيت ملح بالشكل ده كده، وهحط بقدونس. بصوا هنا دي بصلايه مبشوره ومعصوره، بس انا مش ضامنه ان هي لما قعدت نزلت ميه كمان، هروح عامله كده واعمل كده. بصوا بصوا نزلت ميه تاني ازاي بالشكل ده كده. انزل كل الميه اللي فيها علشان اضمن ان الكفته بتاعتنا ما تفكش. انا عايزه تفل بصل من غير ميه بالشكل ده كده اهو، واروح واخده التفل لوحده حطاه على الكفته بتاعتنا. التفل اللي الميه دي هرميها؟ لا مش هرميها، هركنها على جنب كده علشان اصبع بيها الكفته عشان تبقى برضو مطعمه منها. وهبدا اخلط كده كويس بالشكل ده، وهنبدا ان احنا نعملها او نشكلها نفس حجم شرايح البطاطس بتاعتنا، مش هنعملها صوابع، نفس انا مش هعملها صوابع، انا هعملها بنفس حجم شرايح البطاطس. ليه؟ لان انا هرصها جوه بعضها او ورا بعضها. صباح الفل والهنا على عيونك يا اجمل محلويه في الدنيا. زعلانه منك يا نونا. ما ينفعش، انت الوحيده اللي ما ينفعش تزعلي مني. عارفه ليه؟ علشان انا مش معقول يعني اعرف يا نونا من الشاشه ان انت تعبانه يا نونا. حقك عليا، ما انا ما ينفعش اقول لك برضه ان انا تعبانه واقلقانه. انا عليكي امبارح واتصلت بيكي كذا مره امبارح على موبايلك، ما حدش ما بترديش خالص يا نونا، لما كنت هتجنن خالص عليكي. حقك عليا، حقك عليا، حقك عليا. مليون سلامة عليكي يا حبيبتي. الله يسلم عمرك. مليون سلامة عليكي. ما تحرمش منك يا رب، تسلمي لي. تسلمي لي ويسلم لي سؤالك، وحقك عليا ان انا قلقتك عليا، بس برضو ما كانش ينفع ان انا اتصل اقول لك انا تعبانه عشان ما قلقكيش. الف سلام عليك. الله يسلمك يا حبيبتي. مليون سلام عليك. الله يسلم عمرك. ربنا يشفيك يا رب. يا رب يا رب، اللهم امين يا رب. تسلمي لي حبيبتي، تسلمي لي، وصباحك كله سعاده وخير وبركه ان شاء الله. بصوا كده عملت ايه. اللي خلاني قلعت الجوانتي دلوقتي وحطيت واحد تاني ان انا همسك البطاطس، فمش همسك البطاطس وهي ايديا مطرح اللحمه. هروح جايبه اللحمه بتاعتنا كده، وهجيب البطاطس بتاعتنا اصفيها وانا بكلم ايه واقول لها صباح الفل. ايه القمر ده؟
والله العظيم انت اللي عيونك حلوه. والله العظيم انا بحبك جدا جدا فوق ما تتخيلي. تسلمي لي حبيبتي، ما تحرمش منك يا رب ابدا، تسلمي لي. ربنا يخليك يا رب، ودايما كده منوره الشاشه يا رب. ما تحرمش منك يا حبيبتي، منوره بيوتنا كلنا. ربنا يبارك في عمرك يا رب، ويخلي لي ويخليكي ليا ويخلي لي ذوقك بجد، يعني كلامك جميل، ما تحرمش منك يا رب، تسلمي لي. ربنا يخليك. تسلمي. انا عندي يعني ممكن اطلب منك طلب بس بسيط جدا. 10 طلبات والله العظيم، مش طلب واحد، بعد كلامك الجميل ده تأمريني. ممكن اقول لك يا ماما بدل شيفنونة؟ اه طبعا، يا سلام، ده على دماغي من فوق، ده شرف ليا والله العظيم. ربنا يخليكي، ده شرف ليا انا. تسلمي. وربنا يديكي الصحه يا رب. ربنا يبارك في عمرك. منك ابدا ولا من طلبتك علينا. ولا منك ولا من ذوقك، وربنا يكرمك ويصلح حالك يا رب، ويخليكي ويوفقك دايما في حياتك ان شاء الله. ربنا يخليك. تسلمي. ربنا يخليك. تسلمي. نهارك زي العسل. نهارك كله خير وبركه باذن الله يا حبيبتي، نورتيني. بصوا كده حطيت ايه هنا وانا بكلم ايه، حطيت بطاطس وحطيت شرايح طماطم وحطيت كمان شرايح فلفل، طعمت ده كله بايه، برشه ملح ورشه فلفل اسود. ليه عملت كده؟ مع اني اصلا هسقيهم بصلصه طماطم برده متبله، انا عايزه كل حاجه تكون متطعمه معايا. هعمل ده صينيه؟ لا مش هعمله صينيه، هوريكم دلوقتي انا هعمله ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه في الارضيه شوية صلصة طماطم بالشكل ده، وراح عاملة كده، وهبدأ إن أنا أرص وحايد. أنت بتزعلي يعني، أشوف اللي في الفرن وأطلعك فاصل وأشوف. حاضر. طيب الجمل عايز يطلعنا فاصل دلوقتي. الكيكه اللي في الفرن لسه فاضل لها شويه، ممكن لما نرجع من الفاصل نشوفها. هعمل ايه في الفاصل؟ هعمل الكفته كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بنفس حجم شريحه البطاطس، ده اللي هعمله في الفاصل. هشكل الكفته بالشكل ده بنفس حجم شريحه البطاطس، علشان لما ارصهم رقات ورا بعضيهم هيبقى رق كفته، رق بطاطس، رق طماطم، رق فلفل، وارجع اكرر العمليه تانية لحد الطاجن بتاعنا ما يخلص. ده اللي هعمله في الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم بعد الفاصل علشان نكمل بقيه وصفاتنا. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ زي ما حضراتكم شايفين رصيت الطاجن بتاعنا كده بطاطس بالكفته. فاضل عندي ايه؟ ادي صلصه الطماطم، وراح حاطه فيها هنا معلقه ملح، وادي معلقه فلفل اسود، واروح مقلباهم كويس قوي كده واحطهم على الوش. عايزه تقفليها فويل وتسويها كلها في الفرن ماشي، عايزه تديها غلوه من فوق البوتاجاز وبعد كده تحطيها في الفرن زي ما انت عايزه، حتة التسوية دي بترجع لك، اللي انت عايزاه اعمليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. ممكن نحطها في الفرن. بالشكل ده. طعمها هايل جدا. جربوها مش تندموا، بتتعمل مع حبة رز ابيض كده او حبة رز بشعرية، بتبقى في منتهى الجمال. عايزة بقى قبل ما احطها في الفرن اطلع اللي في الفرن. الكيك بتاعي انا شايفه ان هو تمام، بس برضو هختبره. بسم الله الرحمن الرحيم. احتياطي مش اكتر، من حطه الخله فيه بيقول انا كويس. بصوا بقى دلوقتي لما اطلعها هعمل ايه. على بلانشه خشب، مش هطلع على الرخامه، الرخامه بتبقى ساقعه، فده هيخلي لي الكيكايه درجه حرارتها تهبط مره واحده، او ان هي اتعرضت لهواء او سقوعيه او درجه حراره منخفضه هتلاقيها اتغيرت. دلوقتي ابدا افتح بهدوء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ادي اللي فيها البرتقال تهدى بس شويه وهنقلبها، وادي الثانيه. بصوا طالعين عاملين ما شاء الله ازاي، يهدوا من الحراره وهبدا اقلبهم. دلوقتي اعمل ايه؟ احط طاجن البطاطس بتاعنا بالكفته في الفرن
بس هعلي له درجه حراره الفرن. الكيكه طبعا كانت محطوطه على 180 لكن ده انا عايزاه على درجه حراره 200 بالشكل ده، وهسيبه في الفرن خلاص. عايزين نبص بقى على اللحمه ايه اللي حصل لها في الفصل. بصوا شكلها بقى عامل ازاي، يعني هي كده مش عايزه غير رغيف عيش مفقع بلدي كده مع حته بتنجانيه مخلله. صح يا محمد ابراهيم؟ بص شكلها عامل ازاي، ناقصها ايه علشان يعني تبقى كامله من المجاميع، ورشه جوزه الطيب اللي انا بحطها دايما لما بيكون الاكل فيه لحمه تديني تيست عالي قوي. مش عايزه تحطيها ما فيهاش اي مشكله، بس بتدي تيست عالي، رشه بسيطه منها ما فيهاش اي مشكله، مش هتعمل اي حاجه. في اللحظه دي ابدا ان انا احط البطاطس. شكل اللحمه وشكل البصل بيقول ان هم فاضل لهم حاجات بسيطه ويستووا. هبدا انزل بالبطاطس بالشكل ده وهسيبها تستوي مع نفسها. صباح الفل يا ياسمين. صباح الفل يا عيني. صباح الهنا والجمال على عيونك حبيبتي. الله يخليك، انا حبيت اصبح عليكي بس انا اول مره اكلمك. صباحك هنا وسعاده وان شاء الله مش اخر مره، تشرفيني دايما باتصالك. ان شاء الله، تسلم ايدك على كل اللي بتعمليه. سلم عمرك من كل شر يا رب، تسلمي لي حبيبتي. الله يسلمك. مالكيش اي طلبات يا ياسمين؟ لو سمحت كنت عايزه اشوف طريقه الكيكه بس اسجلها فتحه التلفزيون. حاضر عيوني، اعملها لك اقولها لك حالا دلوقتي واحنا شغالين. عيوني حاضر. نورتيني باتصالك حبيبتي، ربنا يجعل يومك كله خير وبركه ان شاء الله. بصوا كده حطينا البطاطس تقليبه كمان بعد 5 دقائق علشان لسه طبعا حاطين البطاطس فهتبق شويه ميه. تقليبه كمان بعد 5 دقائق واروح مديها كوبايه ميه او كوبايه مرقه، هغطي عليها كده عشان لو فيها ميه تبكها وتحاول ان هي ما تلزقش معايا، وهتطلع ان شاء الله في منتهى الجمال. ادي كده صنف بطاطس، صنف البطاطس الثاني في الفرن اللي عملناه بالكفته. نيجي بقى للصنف الثالث وده اسهل ما يكون، بس بيبقى فيه تكات بسيطه كده بنعملها علشان يطلع معايا مظبوط. هنعمل ايه؟ هنعمل البطاطس المحشيه لحمه مفرومه، عملناها قبل كده وحشيناها فراخ وكان طعمها مميز جدا وكان طعمها حلو قوي، اتمنى تجربوها. لكن الاساس بتاعها بيبقى اللي هو محشي لحمه مفرومه. لحمه مفرومه متعصجه، بطاطس متقوره ومقليه تقليه كامله. ليه؟ انا كل حاجه عندي مستويه، وليه ما بعملهاش نيه؟ لو عملتها نيه وحطيتها في اللحمه المفرومه وسقيتها بصلصه الطماطم على بسيط ودخلتها الفرن هتبقى اكنها بطاطس مطبوخه. حته ان انا اقورها واحمرها نص تحميره دي او حتى لو تحميره كامله بتديني قوام متماسك للبطاطس، ما بيخليهاش تبقى مهريه معايا واكنها عامله زي البطاطس المطبوخه. حاجة سهلة وبسيطة خالص، بنجيب البطاطس الحشو الصغيرة بنقورها، بحتفظ بالتقوير بتاعها اللي هو ده. بصوا التقوير بتاعها مقرمش وجميل ازاي، مرميش حاجة من البطاطساي. بعمل ايه؟ عندي الطاجن بتاعي هروح حاطة فيه تقوير البطاطس في الأرضية. شكل مهند كلب بقى تقوير البطاطس. وبروح حاطة معاها ايه؟ حبة لحمة صغيرين من اللي أنا معصجاهم. ليه بعمل كده؟ علشان اللي في الأرضية دوت يبقى تطعمته برضو جميله لما ينزل عليه كمان صلصه الطماطم واجي احطه على حبه رز كده او معلقتين رز يبقى في منتهى الجمال. حطيت ده كده في الارضيه وهبدا احشي اللحمه المفرومه بتاعتنا، احطها في البطاطس وابدا ارص الطاجن بتاعنا. اسهل منها مفيش، اسهل منها مفيش. تطعيمه البطاطس تطعيمه اسفه اللحمه بترجع لك، عايزه تحطي جوزة الطيب ماشي، عايزه تحطي شويه معلقه صغيره من الكاري، عايزه تحطي معلقه صغيره من القرفه، كل دوت بيرجع لك انت. عايزه تحطي لها بقدونس، عايزه تحطي لها فلفل حامي، ما فيهاش اي مشكله، كل ده بيرجع لحضرتك. اهم حاجه نقورها كويس، نحطها في ميه وما نحطهاش في ملح، نحطها في ميه وخل، وبعد كده بنقليها. تطلع من القليه نسيبها تبرد شويه، نقلي القلب بتاعها ونركنه على جنب زي ما حضراتكم شايفين كده. نبدا نقفل الطاجن. الطماطم بتاعتنا انا عاملاها ازاي؟ طماطم مسلوقه كويس قوي زي ما احنا متعودين، ضربناها في الخلاط بعد ما قشرناها، بس عملتها بتومه. ليه عملتها بتومه؟ عشان تديني تطعيمه اكتر، ما تبقاش ان هي طماطم مسبكه وبس. عملتها ازاي بتومه؟ انا عايزه بس اقلب البطاطس باللحمه. عملتها ازاي بتومه؟ حطيت تومه في الحله مع شويه زيت او شويه زبده، يا دوب بدات ان هي تتشوح وتاخد لون، رحت طشاها بالطماطم على طول وتبلتها ملح وفلفل اسود، اكتر من كده مفيش. بصوا لون البطاطس بدا ياخد من اللحمه ومن البصل. في اللحظه دي ابدا ازودها ميه لان هي بدات ان هي هتلزق معايا، شويه ميه صغيرين مغليين، اهم حاجه تكون مغليه وسخنه
علشان ما توقفليش سوى اللحمه، لو من الحنفيه او ساقعه هتوقفلي سوى اللحمه والبطاطس، تبقى سخنه بالشكل ده وهقفل عليها تكمل سوى. طاجن الكفته عندنا في الفرن، هطلع فاصل. هعمل ايه في الفاصل؟ هكمل حشو البطاطس بتاعتنا باللحمه المفرومه، ولما ترجعوا لي من الفاصل نشوف هنعمل ايه ان شاء الله. شويه صغيرين وراجعين. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ طلعت طاجن الكفته بتاعنا بالبطاطس. بصوا شكل اللحمه اصلا بدا ان هو كمان، بصوا مستويه ازاي. تمام، عايزه تحطيها في الفرن تاخد وش اكتر من كده ما فيهاش اي مشكله، عايزه ان انت تطلعيها بالشكل ده برده ما فيهاش اي مشكله. وادي اللي كباب الحله بالبطاطس، ممكن نقدمه مع رز، ممكن نقدمه لوحده في طاجن خضار لوحده زي ما حضراتكم عايزين. حته التقديم دي بترجع ليكوا انتوا. كده اهو، بسم الله. بالشكل ده ممكن نفضي بقيته في طاجن. عايزين نحطه في الفرن مع رشة جوزة الطيب على الوش زي ما انتوا عايزين. عايزين نحطه لوحده كده هوت ونستكفي برشة جوزة الطيب اللي موجودة اصلا فيه زي ما تحبوا. حسب ذوقكم وحسب اللي انتوا عايزينه. صحتين وهنا على قلبكم يا رب. اتمنى تكون حلقتنا النهارده عجبتكم. عايزاكم تبصوا على، عشان هجيبه لناحيتي. عايزاكم كمان تبصوا على الكيك اللي احنا طلعناه من الفرن وقلبناه بالشكل ده. اغرف الطاجن اللي في ايدي واوريكم شكل البرتقال لما عملناه وشكله عامل ازاي. ادي كده اهو. كده بسم الله الرحمن الرحيم، اشيله احطه لك هنا. البطاطس المحشية اهي، عايزين نعملها كده لان هي كل حاجة فيها مستوية، كل حاجة فيها مستوية، حتى الطماطم مستوية. عايزين نقدمها كده مش عايزة تحط لها شوية شوربة صغننين خالص وتدخليها الفرن، مش عايزة تسقيها طماطم وتدخليها الفرن زي ما حضرتك عايزة. يبقى كده عندنا ثلاث أصناف النهاردة من البطاطس، بطاطس محشية باللحمة المفرومة، ومعايا كمان طاجن البطاطس بالكفتة، ومعايا طاجن البطاطس كباب حلة. مقدمينهم مع ايه؟ مع سلطه طماطم متبله او طماطم متبله بالبقدونس والفلفل الحامي. عايزه اجيب الكيك كده، معلش حقك عليا. بعيد 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 بعيد. بصوا كده، دي شرايح البرتقال اللي حطيناها، هي عشان لسه سخنه. بصوا كده عامله اكنها زي عجله عربيه. بصوا كده عامل ازاي، بصوا من هنا عامله ازاي. ده البرتقال اللي احنا حطيناه في الجنب، يعني عايزين نطلعها شكل عربيه. دي فكره احمد، هنحط اتنين هنا اهو ونحط اتنين هنا اهو، بقت عندنا شكل عربيه. بس طبعا هي سخنه قوي فمش عايزه ان انا احركها اكتر من كده. ادي الساده اللي عملناها، ممكن اقطع لكم منها قطعه صغيره بسيطه كده. نقطع منها حته واحده بس عشان في ناس يا جمل بيشتكوا بيقولوا ان احنا ما بنطلعش الحاجه على الهوا، ودي اساسا ما بتحصلش معايا خالص يعني. بصوا كده، ادي اللي سويناه على الهوا. عملت الخليط قدامكم وحطيناه في الفرن قدامكم، وطالع اهو بنار الفرن قدامكم عشان ما تقولوش ان انا جايبه حاجه من بره. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. عملنا فيها الكيك كيك عادي خالص، عاملينه كيك شيف من دريم، وعملنا فيها الاساسي بتاعنا اللي هو البطاطس، عملنا منه ثلاث اصناف. اتمنى كل حلقه تنور رضاكم، اتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم، هستنى دايما تطبيقاتكم، واستنى دايما متابعتكم، واستنى اتصالاتكم اللي دايما بتسعدني. اسيبكم النهارده في حفظ الله مع حلقه جديده من بلدي يوكا المعنونه على شبكه قنوات بي ان سي وبالاخص بي ان سي فود، واقول لكم السلام عليكم.